بخصوص التأشيرة الإلكترونية واللي ساهمت في يعني في الرفع من عدد السياح الوافدين على المملكة المغربية من مجموعة من الدول، حوالي عالجت وزارة الخارجية حوالي 70,000 طلب، وتم نظرا يعني للطلب الكبير على التأشيرة الإلكترونية تم فتح دول جديدة اللي تكلمتي عليها. إذن بعد مضي 6 أشهر من الإطلاق وفي إطار التوسع التدريجي لهذا النظام سيشمل عددا متزايدا من الدول، تقرر دمج الأردن والهند وغواتيمالا وأذربيجان ابتداء من 10 يناير 2023 ضمن قائمة البلدان التي يمكن لمواطنيها الاستفادة من التأشيرة الإلكترونية على أساس جنسيتهم على شكل مواطني تايلاند وإسرائيل. كيفما كتعرفوا كاين ثلاثة ديال الفئات، كاين الفئة الأولى هي الدول اللي كيستافدوا اللي كانت فيها اللائحة كانت فيها إسرائيل وتايلاند، الآن تزدت لها 4 ديال الدول اللي تكلمت عليها. كاين الفئة الثانية، فئة بي، هي المواطنين الأجانب المقيمين في إحدى دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وكندا والمملكة المتحدة واليابان والنرويج ونيوزيلندا وسويسرا المتوفرين على تصريح إقامة أو رخصة إقامة سارية المفعول لمدة 180 يوما على الأقل. الفئة الثالثة، الفئة جيم، هي الأجانب الحاصلين على تأشيرات إحدى الدول من دول شينغن والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا والمملكة المتحدة وإيرلندا ونيوزيلندا، ويجب أن تكون التأشيرة المذكورة متعددة الزيارات وصالحة لمدة 90 يوما. فقط نعطي واحد المعطى أخير، كاين جوج الأنواع ديال التأشيرات، كاين التأشيرة السريعة والتأشيرة العادية. التأشيرة السريعة يتم الحصول عليها خلال يوم عمل واحد، والتأشيرة العادية خلال 3 أيام مفتوحة بالنسبة للتأشيرة العادية. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.